لفندق اقامه النادي الاهلي، وزميلنا كريم احمد علشان يطمننا على فريق النادي الاهلي قبل مواجهه البنك الاهلي اليوم. تحياتي ليك يا كريم واتفضل. كل التحيه والتقدير ليك كابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بمشيئه الله النهارده مباراه مهمه جدا على استاد السلام الخامسه عصرا، الجوله الرابعه، البنك الاهلي والنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واحده من المباريات المهمه والصعبه جدا، بعيدا طبعا عن ترتيب الفريق، فريق البنك الاهلي تحديدا اللي هنتكلم عليه. عنده نقطه كابتن اسامه، لكن انت عارف كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتقابل بكل شغف بكل قوه بكل حرص كبير جدا، ان هي تحاول ان هي تجاري للنادي الاهلي، تحاول ان هي يعني زي ما بنقول كده بلغه الكوره يكون ند بند مع النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله تحضيرنا عن طريق مستر كولر يكون جيد جدا، اختيار القائمه عندنا غيابات وعندنا امور كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله القائمه اللي متواجده، التعليمات اللي يمكن مستر كولر اكد عليها خلال التدريب الاخير، الراجل يمكن بيحاول في المحاضرات الفنيه ان هو مش هنقول يصحح الاخطاء على قد ما هو بيوري اللعيبه الاخطاء، لان مفيش وقت خلاص، الامور بتبقى صعبه جدا ان انت تتدرب ثاني يوم بتصحيح اخطاء، لا انت بتتدرب ثاني يوم ريكفري وبعد كده بتبدا بمعنويات جديده وبتركيز كبير جدا سواء في بطوله افريقيه او في بطوله الدوري العام. فعشان كده ان شاء الله النهارده منتظرين من لعيبه النادي الاهلي هذه المباراه بكل جديه، ويعود النادي الاهلي من جديد لسلسله الانتصارات، ده امر مهم جدا. التعادل الاخير امام نادي الاتحاد في بطوله الدوري كان امر طبعا ليه ظروفه، وزي ما بنقول كره القدم فيها متغيرات كثيره جدا، لكن ثوابتها ده امر مهم جدا، الثوابت متواجده لكن المتغيرات ممكن تكون اكبر. عشان كده بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون حاطه في ذهنها بشكل كبير جدا ان كل الامور في كل مباراه تكون بكل القوه بكل التركيز، انصاف الفرص لابد يكون استغلالها بشكل جيد جدا، الحماس اللي احنا عارفينه عن كل لعيبه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي هي دي اللي بتحسم المباريات. الدوري صعب هذا الموسم، انت بتختار من طبعا من الاول للتاسع، عشان كده كل المباريات لابد يكون فيها فوز، وده امر مهم جدا. المعنويات مرتفعه، كل لعيبه النادي الاهلي عندها حرص كبير جدا ان هي تحقق نتيجه ايجابيه النهارده ويكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي، لكن الهدف الاكبر كمان المجموعه كلها ان انت تطلع كمان بدون اصابات، ان كل المجموعه تكون مستفيده بشكل كبير جدا. انكار الذات مهم جدا يا كابتن اسامه في هذه المرحله وفي هذا التوقيت، مين يجيب جون، مين يعمل اسيست، المهم النادي الاهلي يكون هو على منصه التتويج او يكون حاصل على الثلاث نقاط، ده امر مهم جدا. لكن بشكل عام بننقل طبعا لكل جمهور النادي الاهلي الكواليس الخاصه هنا في فندق الاقامه، الامور الحمد لله معتاده، امور طيبه جدا، يعني معسكر النادي الاهلي سمته الحقيقيه طبعا والرسميه هو الالتزام والتركيز، ما بتشوفش اللعيبه خالص في اللوبي، كل اللعيبه في الغرف طبعا لتناول الفطار الغداء المحاضره الاخيره طبعا اللي بيكون في فندق الاقامه، المحاضره ما بتاخدش وقت كبير، وده الحقيقه مستر كولر عودنا عليه، تكون دقائق بسيطه جدا بياكد على بعض الامور وبيعلن ايضا كمان التشكيل ان شاء الله باذن الله ليخوض النادي الاهلي بيه مباراه اليوم البنك الاهلي والنادي الاهلي. على الجانب الاخر ايضا كمان نادي البنك الاهلي عنده خبرات كبيره جدا، ويمكن هو داخل المباراه بكل قوه، عنده نقطه، لكن كابتن طارق مصطفى الحقيقه المدير الفني لنادي البنك الاهلي حفز اللعيبه بشكل كبير، قال لهم لابد ان احنا نكون نعود من مباراه النادي الاهلي، مباراه جماهيريه كبيره جدا، النادي الاهلي طبعا بجمهوره الكبير هيكون النهارده ان شاء الله باذن الله في الموعد. فعشان كده الراجل بيحاول يحفز اللعيبه، بيحاول ان هو ياكد على اهميه المباراه بالنسبه لهم، لكن كل مره هنقول هذا الامر ان شاء الله باذن الله حماسنا يكون اكبر، تركيزنا يكون اكتر، لعبتنا ان شاء الله باذن الله تكون في قمه التركيز في 90 دقيقه، تكون مهمه جدا ان شاء الله، لان المباراه دي بتسبق مباراه طبعا اورلاندو، ده امر مهم مش هنتكلم عليه، لكن ان شاء الله باذن الله تحسم مباراه اليوم مباراه البنك الاهلي، ومن بعدها ان شاء الله لكل حدث حديث في البطوله الافريقيه. غيابات عديده كابتن اسامه، يعني بيفقد النادي الاهلي النهارده سواء للرؤيه الفنيه او الراحه او الاصابات او ايضا كمان لفرض العقوبه. هبدا معاك النهارده للشناوي للراحه، امام عاشور طبعا مش متواجد تنفيذا العقوبة، طار محمد طار الحقيقه ثلاث انذارات فبيغيب النهارده عن قائمه الفريق، استمرار بقى التاهيل محمد هاني، اسامه ابو علي، اشرف داري، كريم فؤاد، علي معلول ماشيين بشكل طيب جدا في الجزء التاهيلي، زي ما قلنا الجهاز الطبي بيقوم بدور اكثر من رائع مع كل لاعبي النادي الاهلي لاستعاده كل اللاعبين اللي فقدناهم خلال الايام او الفتره الماضيه. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا ومطمئن جدا لكل اللاعبين للجهاز الفني، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله، وتكون مباراه اليوم من نصيب النادي الاهلي. كالعاده كابتن اسامه مع كل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي هنكون متواجدين معاكم من فندق الاقامه الطريق حتى ملعب المباراه استاد السلام ان شاء الله باذن الله ليستعمل مباراه اليوم البنك الاهلي والنادي الاهلي.